تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكرون من اكتشاف ورشة سرية مخصصة في تصفية وغربلة الحبوب الجافة. العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود ورشة سرية غير شرعية مخصصة لتصفية وغربلة وبيع الحبوب الجافة للاستهلاك بإقليم بلدية سيقوس. بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش الورشة، أين تم معاينة منشأة عملياتية عبارة عن مستودع، كما تم حجز ما يقارب عن 80 طن من مادة العدس مهيئة للبيع، بالإضافة إلى 3 ماكينات للفرز والغربلة والتصفية و 8000 بطاقة وسم للمنتوج. القيمة الإجمالية لجميع المحجوزات بلغت 2 مليار سنتيم.